بونجور، ما بطلتش مطر من امبارح. في بالي انا لسه مخلصه يوجا، وامبارح كانت بتمطر وما كانش عندي اكل خالص وما كانش فيه اكل. وبصراحه انا نمت من غير ما اكل، يعني انا اخدت وجبه واحده بس امبارح وحاجات بسيطه كده في نص اليوم، هيلثي سناكس وده ذاتس ات. فصحي من النوم عندي يوجا، ساعتين يوجا، بعد كده بقعد اعمل كورس الاسباني بتاعي. بصراحه ميته جوع، الساعه دلوقتي 11، انا ما اكلتش من امبارح متخيلين. فواخده الشنطه بتاعتي، راح اشتري بقى حاجات حلوه كده عشان اعمل فطار لذيذ. هل هوريكم الفطار بتاعي؟ طبعا ادي ما نامش من غير اكل، طبعا راح جاب طلع بره عشان يجيب اكل. فاقرب حاجه كانت فاتحه، طبعا يعني المطر هنا شديد، كله بيستخبى يعني، بيبقى فيه رعد وبرق وكده. الحاجه الوحيده اللي لقاها قدامه حاجه زي كنتاكي كده، راح اشترى فراخ محمره كنتاكي. هي بصراحه حلوه قوي، عادي غير يقول لي كلي معايا، قلت له لا انا هنام من غير اكل خلاص. وفعلا نمت من غير اكل، صحي ميته جوع. كانت ويت فور فود. هاي جماعه، انا من الاشخاص اللي بحب ادخل خضروات كتير جدا في اكلي، بحبها ممكن تكون مطبوخة. فأنا دلوقتي بعمل الفطار، بعمل بيض أومليت مع فلفل ألوان، وده باك شوي، بغسلهم كويس جدا، وكورياندر، الكورياندر مهم جدا جدا جدا، وطماطم الأدي لأن أنا مش بحب الطماطم، بس هي فلفل ألوان. طبعا خيار حبيبي وجزراية، بحطها مع البيض. أنا من الأشخاص اللي بحس دايما الطبخ زي مديتيشن بالنسبة لي كده، بتأمل، بستمتع بعملية التقطيع، يعني بستمتع بكل حاجة في عملية الطبخ. وحلو قوي ان في الاوبن فيو عندي، وانا لما بسافر ما باكلش برا، بجيب ادوات المطبخ. يعني لو تحركنا كده شوية، شايفين دي ازازة المية بتاعتي، لازم اشرب لترين. ده مطبخي. رجع تاني كده عشان نتكلم. فاشترينا حاجات بسيطه كده. ممكن في ناس ما بتحبش، المشكله كمان ان انا عندي تلاجة صغيره قوي اللي هي الميني بار، فبشتري طلبات او حاجات الاكل يومين او ممكن يوم بيوم. دي ميزه وعيب ان انتوا كل يوم كده بتغيروا شكل الاكل على حسب مودكم، بس انا في الغالب بطبخ ليومين عشان اريح دماغي يعني. بس انتوا كمان من الاشخاص اللي بتحبوا تستمتعوا بالطبخ، ولا بتحب تشتري اكل من بره؟ انا بثق في الاكل اللي انا بطبخه، لان انا بغسله كويس، بجيب منتجات عاليه، بدخل فيها زيوت طبيعيه، زيت زيتون، زيت جوز الهند، ما بستخدمش زيوت نباتيه، بجيب الزبده، اللوربا، اللي هي الحاجات الصحيه كلها. ممكن تكون مكلفه، ناس كتير تقول انا زهق نفسي ليه واتعب نفسي ليه. في اوبشنات كتيره صحيه جدا في المطاعم هنا، يعني الاكل كله هنا صحي. بس برضو مهما كان هو صحي، بس مش بيخسس. فانا لازم اطبخ لنفسي اكل سعراته الحراريه قليله، عشان انا دلوقتي انا خسيت، بس منطقه البطن لسه عندي مكرشه، عندي دهون كتير جدا على البطن، فده ملي تنظيم اكل. فلازم اكل صحي. وكمان انا بحب يعني اللي هو قبل ما اكل اعمل ايفورت، لما بروح اشتري ادوات، سوري، الانجريدينت بتاعت الطبخ، واطلع وانزل واقعد اطبخ، ده كله يعتبر زي ورك اوت يعني. عشان ايه؟ ما بحبش اكل الحاجه بالسهل، بحب اكون بذلت مجهود قبل ما اكل. فدي برضو حاجه حلوه. في انتوا من اي نوع بتحبوا تطبخوا، ولا بتستسهلوا وتجيبوا؟ يعني انا حتى لو عملت يعني بيتزا طعمها نص نص، ببقى مبسوطه اكتر من ان انا. قولي في الكومنتات رايكم ايه، وما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب، اوكي؟ عشان ده اللي بيشجعني ان اكمل واعمل لكم. تعرفوا الباك شوي ده مفيد جدا للصحه، بحاول ادخل جرينز على قد ما اقدر. ممكن تستخدموا سبانخ بقى يعني، بس انا ما لقيتش سبانخ فجبت الباك شوي. باك شوي قروا عن فوائده الصحية كتيرة جدا. انا هقلي ده بالزيت الزيتون، زيت جوز الهند، بحب زيت جوز الهند قوي مع البيض، طعمه كده بيبقى حلو. بحب برضو زيت جوز الهند مع البوب كورن. سيبوا لي في الكومنت رأيكم. ده بتجازي متواضع، ودي هتغيرها، حطيت زيت الكوكونات هنا
بتاعي، ده المطبخ بتاعي تمام، عشان يبقى كأنه كده ماسك في بعضه ويبقى زي ساندوتش. ده الفطار، عملت البيض بالسوسج القدي، وانا بعمل الراب من السي ويد، هوريكم الراب دلوقتي، وده ميكس فيجيتابل لذيذ كده. طبعا يا جماعه عشان اقولش بالسراتش ده حبيبي لكت ده الراب يا جماعه، بقطع قطعه هنا كده وامسكه، حطيت السراتشه واقلبها